طبعا نزلات البرد كلنا بنخاف منها على الكبار والصغيرين، ولكن احنا هنبتدي دلوقتي نتكلم على الاطفال، نشوف اخبار نزلات البرد في مع الاطفال ايه، وفي المدارس والتكدس بتاع الفصول ساعات ممكن الاطفال يلقطوا برد بسرعه. تفاصيل كتير بسيطه ممكن تخلينا ناخد نزلات برد، طبعا لازم نخلي بالنا منها جدا مع أطفالنا تحديدا، والأم بقى تركز معايا جدا لأن أنت اللي ليكي دور كبير، تشوفي هتعملي وقاية إزاي لأطفالك في الشتاء تحديدا من نزلات البرد. اسمحوا لي بس أني أرحب بضيفي العزيز الدكتور خالد وشاحي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. دكتور خالد أهلا بكم، نورني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. احنا بس في البداية كده خلينا نتعرف من حضرتك على فكرة نزلات البرد، ليه فعلا بتبقى زيادة شوية في فصل الشتاء؟ اولا طبعا صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا في القناه الجميله قناه مصر الزراعيه. حقيقه انا دي اول مره يعني باجي فيها القناه، وطبعا جهد مشكور لحضراتكم، وشيء جميل اطلاله صباحيه مع برنامج ساعه صبحيه مع حضرتك. وجميل ان القناه بتتكلم تفصيلا عن الاهتمام بالمجال الزراعي، اللي احنا الى حد ما نفسنا نرجع تاني، ولادنا وشبابنا يرجعوا فلاحين تاني، ويرجعوا ساعة صبحية في الحقول ان شاء الله للانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله. النزلات البرد بالنسبة للاطفال مشكلة كبيرة، خاصة مع تغيير الفصول اللي احنا بنشهده في الاونة دي. يعني تغيير الفصول، احنا النهاردة في شهر 9 داخلين على بدايات الشتاء، احنا في مرحلة خريف، الجو ابتدى يتحسن شوية، الطفل بيصحى بدري قوي يروح مدرسته او الحضانة بتاعته، ده مش اللي متعود عليه. المتعود عليه ان هو كان بيصحى متاخر شويه، الجو بيبقى دافي شويه، دلوقتي احنا مصحيه بدري قوي، بنلبسه هدومه بدري، بيغسل وشه بدري، اذا كان بياخد شاور بدري، كل الكلام ده مؤثر جدا. وتغيير حراره الجو من غرفته الى الشارع لو كان برد شويه، ده طبعا له تاثير مباشر على الاصابه بنزلات البرد. نزلات البرد تحديدا لها العديد من المظاهر عند الأطفال، بعضها الرشح، بعضها السخونية الخفيفة، بعضها إن هو مش قادر يقوم من السرير بتاعه، متألم من ودانه، كل ده بيعبر عن مشاكل داخل الجهاز التنفسي. لو خدناها بالترتيب وبالتفصيل هنشرح الأم إمتى يبقى عندها مشكلة، وإمتى الأم تبقى الموضوع عادي بالنسبة له، ممكن يريح يوم أو يومين من الحضانة أو المدرسة ويكمل بعد كده. طبعا حضرتك اتكلمت على حاجة مهمة جدا، إن الأم تخلي بالها، وأنا عايزة ابتدي البداية دي لأن الأم فعلا هي المنوط بيها تقوية جهاز المناعة. طبعا أكيد الموضوع بيختلف من طفل للتاني، مناعته بتختلف، الاختلاف ده يا دكتور بيبقى بناء على إيه، وإزاي فعلا الأم تقوي جهاز المناعة وتدعم كل الأسلحة اللي موجودة داخل الجسم عشان تقلل من احتمال إصابة الأطفال بالبرد؟ شوف حضرتك، هو البرد ما هوش المشكلة. يعني نزلة البرد بتيجي نتيجة عدوى تنفسية، سواء العدوى خدها داخل الفصل بتاعه من تلميذ قاعد جنبه في الديسك، او من الباص وهو راكبه، او من الشارع في ميكروباص او في اتوبيس، او من العيله نفسها. يعني ممكن عمه خاله بنت خالته شالته قبلها بيوم، بسيته قعدت معاه حضنته، اتنقلت العدوى. ممكن هي ما تكونش متاثره بهذا المرض، ولكن الطفل الصغير لما بياخد العدوى دي بتظهر عليه الاعراض. احنا عندنا جهاز المناعي في السن الصغير من يوم ولادته بيبقى جزء كبير منه بيشتغل في اللوزتين، ودول جهاز مناعي قوي لغايه 3 سنين. ودول بيعملوا ايه اللوزتين دول؟ بان هم بيتعرفوا على الميكروب وبيفرزوا اجسام مضاده ضد هذا الميكروب. اذا كان الميكروب استعصى عليه ان هو يفرز الجسم اجسام مضاده ضده، فبيبتدي هو ينتشر في الجسم، يبتدي يعمل الاعراض والمظاهر بتاعه التهابات اللوزتين. في السن الصغير اللي هو من يوم الى 3 سنين، احنا محتاجين جدا اللوز، محتاجينها بشكل مهم، لان هي دي الخط الدفاعي الاول للاطفال. ولكن بعد ال3 سنين بتنتقل الوظيفه المناعيه الى اجهزه اخرى في الجسم، منها النخاع الشوكي وخلافه، وبيقل شويه دور اللوز. اكتر حاجه بنواجهها في فصول الشتاء ومع دخول المدارس ومع الحضانات هي التهابات اللوز المتكرره، وده حاجه بتؤرق الام جدا، لان الطفل بيسخن، الطفل ما بيقدرش يبلع، الطفل بيحس ان هو عايز يرجع، الطفل بيشتكي من ودانه، الطفل بيشتكي من رشح مستمر. وبالتالي افضل شيء في هذه الحاله ان الطفل يغيب عن المدرسه بتاعته او حضانته على الاقل لمده من 3 لـ5 ايام. والعلاج اللازم لده طبعا كل ام عندها النهارده وعي،
بامراض التنفسيه، عندها وعي باللوز، عندها وعي بالبرد، فبيبقى عندها دايما مسكن، عندها دايما شيء لتخفيض الالام بتاعت ابنها اذا كان ده مصحوب بالام في الزور. لكن اذا السخونيه ما راحتش خلال يوم فافضل استشاره الطبيب. والنهارده مستشفيات وزاره الصحه وما اكثرها بتقدم هذه الخدمات بشكل يومي لالاف من المواطنين، وتقريبا اسعار مجانيه تقريبا. صحيح. طب يا دكتور، احنا دايما بنبقى رابطين العلاقه ما بين البرد وفيتامين سي، سواء بقى برتقان، ليمون، حتى الفيتامين سي اللي بيتاخد في الصيدليات. هل لو احنا ادينا اولادنا فيتامين سي كتير بصوره المختلفه، ده هيخليهم شويه اقل عرضه لنزلات البرد؟ هو حضرتك الجسم بياخد ما يحتاجه فقط، والباقي من سواء فيتامين سي سواء مالتي فيتامينز سواء حديد، هو بياخد ما يحتاجه. واعتقد ان ده موجود بشكل جيد جدا في الفاكهه زي البرتقال زي اليوسفندي زي الليمون، فاعتقد ان هو ده موجود وموجود بكثره. ولكن زي ما بقول حضرتك المشكله دايما ما هياش في ان الفيتامين سي قليل او ان الطفل لو خد فيتامين سي قوي مناعته، لا، هو الافضل هو ان دايما الام تبقى ملاحظه كويس قوي ان طفلها ينام كويس، ينام بدري، يصحى قبل المدرسة بتاعته بنص ساعة أو ساعة، يبتدي يجهز نفسه للخروج. احنا بنشوف أطفال نايمين على الديسكات جوه المدارس لأن هو ما خدش راحته في النوم، وبالتالي هو طلع بدري قوي ما قدرش يحضر نفسه للخروج من الجو الدافي داخل أوضته، وبالتالي بيبقى عرضة أن هو يتعرض إلى نزلة من نزلات البرد. نزلات البرد في حد ذاتها ما هياش مشكلة كبيرة، ولكن المضاعفات اللي بتحدث نتيجة نزلة البرد هي دي المشكلة. كان زمان الأنفلونزا دي ياخدوا لها قرص أسبرين وكوباية شاي وشاي بليمون ويخف. النهاردة حضرتك لو تتذكري في 2010 كان في عندنا جائحة اسمها جائحة الأنفلونزا، أنفلونزا الطيور، وقبلها كانت أنفلونزا الخنازير، وحصلت وفيات من الأنفلونزا. فالنهاردة الأمراض التنفسية أمراض معدية، أمراض إذا لم يتنبه الشخص أو الأسرة إليها بشكل جيد ممكن تؤدي إلى مضاعفات وإلى فشل تنفسي، وأحيانا بتؤدي إلى الوفاة. كنا بنستغرب قوي إن الأنفلونزا دي ممكن ناس تموت منها لغاية لما حصلت الجائحة واجتاحت دول كتيرة جدا في العالم ومنها مصر، وتوفت أعداد إلى حد ما كان في كنترول كويس، كان في مقاومة كويسة، كان في يعني نوع من أنواع الضوابط داخل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة والطب البيطري وقتها، والحمد لله قدرنا نجتاز هذه الأزمة. ولكن المحاذير، الأمراض التنفسية أمراض خطيرة، وإذا أهملنا فيها بيبقى ليها مضاعفات كتيرة جدا، منها مضاعفات التهاب المتكرر للوز، منها مضاعفات ارتشاح خلف طبلة الأذن، والأمراض التنفسية اللي هي بيبقى التهاب في الشعب الهوائية والتهاب الرئوي وما أكثر هذه الأمراض. في إحنا داخلين على هذا الموسم، فعايزين نبقى كلنا صحيين وعندنا وعي وإدراك إمتى أقدر أقول هذا الطفل وأديه للدكتور، وإمتى هذا الطفل لا كويس لو استريح يوم أو يومين من المدرسة هيبقى إيه ده أفضل. الحاجة الثانية وجوده خارج المدرسة أو خارج الحضانة لما يكون مريض ده مهم قوي لباقي الأطفال، لأن العدوى بتاعت الطفل ده ممكن تنتقل بسرعة شديدة إلى عدد أكبر، وبالتالي إحنا بنفاجأ بأن إحنا عندنا أطفالنا معظمهم في فصل الشتاء مناخيرهم مرشحة، لوزهم اللوز عندهم متضخمة، ودانهم عندهم ضعف في السمع في بعض الأحيان، كل ده نتيجة انتشار العدوى بين الأطفال. يهمني كمان يا دكتور أصحاب المشاكل المزمنة مع البرد، يعني الناس اللي عندهم حساسية في الصدر، عندهم مشكلة في الجيوب الأنفية، دول أكيد مضاعفات البرد بتكون معاهم أقوى، بنتصرف معاهم إزاي؟ حضرتك الحساسية المزمنة دي أحد الأمراض الشبيهة، إحنا بنشبهها دايما بمرض السكر والضغط. مريض السكر والضغط دايما موجود جنب الدكتور، دايما بيتابع الدكتور، دايما الدكتور بيغير له العلاج. يعني مريض السكر النهارده كان بياخد 20 جرعه انسولين الصبح، لكن بعد سنتين ثلاثه بقى بياخد 30 على 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 سن ال 40 او بيزيد. فمريض الحساسيه ما بيخفش، مريض الحساسيه بياخد علاج كل سنه في النوبه بتاعت الحساسيه. كل دور الطبيب ان هو يقلل من مضاعفات الحساسيه. مضاعفات الحساسيه ممكن تبقى مجرد حساسيه في الانف تنتقل اذا تم عدم علاجها بشكل جيد من الجهاز من الانف الى الجهاز التنفسي. ونفاجئ بان هذا المريض بعد ما كان عنده حساسيه في الانف ان هو السنه اللي بعدها بقى عنده حساسيه في الصدر، وبقى بدل ما كان بيستخدم بخاخه في مناخيره عند اللزوم اصبح ماشي في جيبه ببخاخه البق عشان هو عنده حساسيه في الصدر. فزي ما بقول لحضرتك الشتاء ودخول الشتاء انذار
لكل أسرة ولكل مريض عنده حساسية. خلي بالك لو لا قدر الله حصل عندك تعب من الحساسية، ما تتأخرش، ما تتهاونش في صحتك. الحمد لله مصر مليئة بالكوادر الطبية، سواء داخل وزارة الصحة في مستشفيات وزارة الصحة المنتشرة أكثر من 600 مستشفى، والعيادات الخاصة والمستوصفات والمستشفيات، كل ده يرحب جدا بأي مريض، وأعتقد المريض بيلاقي خدمة جيدة في أي مكان بيقابله، لأن إحنا كلنا كأطباء كل مهمتنا في الحياة هو خدمة المريض مهما كان مكانه أو عمره أو سنه. صحيح. لو في إصابة وفي طفل بالفعل موجود داخل الفصل يا دكتور ومصاب بالبرد، نعمل ايه افضل حاجه؟ طبعا بالاضافه الى تهويه الفصل والكلام ده، بس هل في بعض التعليمات اللي نلتزم بيها عشان نقلل شويه من حصول من حدوث العدوى؟ بص حضرتك، هو الطفل المصاب بانفلونزا فقط دي زي ما بقول حضرتك افضل شيء ان هو يستريح في البيت، يعني افضل شيء بالنسبه له ان المدرسه تبعت لولي الامر تعالى خد ابنك يريح في البيت، لان هو وجوده داخل المدرسه لن يستفيد، لان هو قاعد مصدع، مناخيره مرشحه مسدوده، نفسه مش مستريح، ودانه مش سامع بيها كويس، لان احيانا الرشح ومع وجود لحميه بيأثر على الاذن الوسطى. افضل مكان لهذا الطفل ان هو يروح بيته، ياخد له يوم يومين مستريح وبعد كده يرجع. ده لصحه هذا الطفل. لصحة باقي الأطفال طبعا، إن هو العدوى ما تنتشرش. النهاردة لما نبقى قاعدين 30 طفل أو 50 طفل داخل مكان مقفول وصغير، وطفل عمال يعطس ويكح ويرشح مع زمايله، كل زمايله دول هيتعدوا وهياخدوا هذه العدوى. النهاردة في بعض الأمراض زي مثلا الغدة النكفية، أول ما بتلاقي طفل بغدة نكفية داخل الفصل على طول بيروح، وبتبلغ أسرته إن هو يقعد في البيت على الأقل من أسبوع ل 10 أيام، لأن ده مرض معدي. فإحنا في أمراض معدية تنفسية لابد من ملاحظتها جيدا، ولابد ان المدرسة والفصل، واذا كان في بعض المدارس بيبقى فيها زائرة صحية او ممرضة او احيانا طبيب، لازم يبقى ملاحظ كويس قوي ان الاطفال المصابين باعراض البرد افضل لهم ان هم يستريحوا خوفا عليهم وعلى باقي الاطفال. يا ريت فعلا نلتزم بده ويبقى في توعية ونعرف ايه اللي ممكن يحصل حتى كمان من المضاعفات زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت، لان احنا ساعات برضو في بعض الناس تتهاون في موضوع السخونية. وانا عايز اركز يا دكتور مع حضرتك على وجود رشح مع كحة مع سخونية. سخونية في اوقات كتير الامهات للأسف ما بتاخدش بالها من ارتفاع درجات الحرارة، فحضرتك قلت كلمة مهمة انا عايز اركز عليها، امتى نروح بالطفل للطبيب وامتى ممكن بمجرد ما يقعد في البيت يومين خلاص يرتاح؟ شوف حضرتك، الطبيعي مع نزلات البرد ان هي لو جريد فيفر. لو جريد فيفر ده معناه درجة حرارة يعني ايه مرتفعة ارتفاع بسيط، يعني لا تتجاوز ال 38. احنا بنتكلم في الطبيعي 37، بنتكلم من 37 ل 38 ده لو جريد فيفر. اللو جريد فيفر ده انا اتصور مجرد شوية سوائل دافية، شوية راحة في البيت، شوية حاجات للصداع او لو كان في رشح، ده كافي جدا بالنسبة له. ولكن اذا ارتفعت درجة الحرارة فوق ال 38 لا انا محتاج ابص عند دكتور اكيد. لان ارتفاع درجة الحرارة ينذر بالتهاب صديدي في اللوز، وده ليه مشاكله مستقبلا. الالتهاب الصديدي بيسبب مضاعفات كتيرة قوي، منها الحمى الروماتيزمية، ومنها تأثير على صمامات عضلة القلب، ومنها تأثير على مفاصل الرجلين. كمان ممكن يحصل التهاب في الاذن الوسطى نتيجة مجرد نزلة برد والرشح اللي هو استمر يوم او يومين بدون ما ياخد علاج. فاذا الطفل اشتكى من ودنه، ابتدى يشد في ودنه لو كان ما بيقدرش يتكلم، او اذا كان كبير 5 سنين 6 سنين هيشتكي ويقول انا ودني وجعاني، هنا لازم اراجع الطبيب المختص، لان ممكن يبقى عندي التهاب في الاذن الوسطى، ممكن يبقى عندي خراج جوه الودن، كل ده مضاعفات نزله البرد البسيطه. فالنهارده اذا لم ترتفع درجه الحراره عن ال 38 والطفل بيتحسن، يعني انا ريحته في البيت وشربته شويه سوائل دافيه وعملت له عصير ليمون وقعدته جنب التلفزيون يتفرج على، يا ريت يتفرج على قناه مصر الزراعيه طبعا، يتفرج على اي قناه من القنوات اللي هو بيحبها. لو ده حصل في اول يومين ولقيت الطفل بيتحسن، فانا ده كافي جدا، بقدر ارجع المدرسه وابقى مطمن. لكن لو درجه الحراره استمرت في الارتفاع ولم تنخفض، او ظهرت اعراض ألم في الأذنين، أو التنفس بتاعه ابتدى يبقى صوته عالي بالليل، أو ابتدى صعوبة في البلع، أو ابتدى يحصل غدد لمفاوية في رقبته، لا أنا لازم أراجع الطبيب المختص. ودايما النهاردة الأمهات في مصر بتقولك أنا هروح للدكتور بتاعه. دايما الطفل لما تولد في دكتور أطفال أو دكتورة أطفال بتبقى لطيفة جدا، عندها
مش عارف حيوانات جوه العياده وبالونات وبتاعهم، وطول الاطفال ليهم حاجات لطيفه كده. فدايما بتقول لك انا هاخده اوديه للدكتور بتاعه. دكتور الاطفال دكتور اتصور ان هو دوره مهم جدا، وهو احيانا اللي بيقول لها القصه دي، هناخد الطفل ده انا هحولك على حد من بتوع الانف والاذن اصدقائي، وهيبص على ودنه لان انا شاكك ان الالم اللي في ده التهاب في الاذن الوسطى. التهاب الاذن الوسطى خطير جدا في السن الصغير لانه بيؤثر على السمع. فاذا كان الطفل ده لم يتجاوز عمر السنتين، هذا العمر اللي هو من الست شهور للسنتين هو ده العمر اللي بيتعلم فيه الكلام. صحيح. اذا ما سمعش كويس مش هيعرف يتكلم كويس. فتلاقي لسانه سليم والاعصاب بتاعته كلها سليمه، ولكن هو لم يسمع جيدا في الصغر، وبالتالي هو ما قدرش يردد الكلام. صناعه او حرفيه استخدامه للحروف والكلام ما قدرش يستخدمها بشكل جيد، او ما قدرش يوجدها عشان ما كانش بيسمع كويس. يطلع معانا الولد ده في المستقبل سمعه اقل شويه من زمان. عشان كده اي مشاكل في الاذن في السن الصغير لابد ان تلاحظ بشكل جيد. ودكتور الاطفال هايل، ومعظمهم عندهم منظار اذن وبيبصوا وبيعرفوا كويس قوي، ولكن اذا الامر استدعى تدخل جراح الانف والاذن لشفط ميه من ورا الطبله، لتركيب انابيب تهويه. والعمليات دي النهارده اصبحت عمليات بسيطه بتجرى في وقت قليل 10 دقائق ربع ساعه، والمريض بيخرج ويروح بيته في نفس اليوم. فعمليات الانف والاذن بشكل عام هي عمليات يوم واحد، بيتم الاجراء العمليه بعد ساعتين من افاقته من التخدير يروح بيته، ممكن بعد 4-5 ايام يرجع مدرسته. عمليات الاذن، عمليات الترشاح اللي هو خلف طبله الاذن وتهويه الاذن سواء بانابيب او بسحب هذه السوائل من خلف الاذن، مهم جدا للسمع. وكثير من الامهات بتقول لك ابني كان كويس قوي قوي، بس انا لاحظت كده من اسبوعين ثلاثه بيعلي التلفزيون قوي، هو قاعد بيكلمني بلاقي صوته عالي قوي. لما بيكلم في التليفون او الموبايل صوته بيعلى، ما كانش كده. وقتها لازم نلاحظ او نستشير طبيب ان في مشكله. مشاكل الاذن دي النهارده ما اصبحتش صعبه في التشخيص، لان في اجهزه النهارده حديثه زي جهاز اسمه جهاز مقياس ضغط الطبله، بيقيس ضغط طبله الاذن نفسها، حركه طبله الاذن دي نفسها. وده جهاز مش محتاج ان الطفل يجاوب، ده جهاز يعني لا ارادي، بيتحط حاجه زي كون صغير قوي جوه ودنه وبيداس على زرار يرسم ضغط طبله الاذن. وبالتالي اذا كان ضغط طبله الاذن سليم فخلاص بنستبعد هذه المشكله. النهارده اصبح في وزاره الصحه هذا الاختبار اختبار روتيني اسمه المسح السمعي للاطفال من سن الست شهور، وقبل كده كمان اللي في الحضانات بيروحوا المستشفيات في وزاره الصحه في وحدات متخصصه في ده اسمها وحدات المسح السمعي، عشان نضمن سمع اولادنا في المستقبل ان الطفل ده سمعه جيد. لان اكتشاف بعض الامراض الوراثيه الخاصه بفقدان السمع في السن الصغير بتوفر كتير قوي على هذا الطفل في المستقبل. هي اغلبها يا دكتور بيبقى وراثي؟ بعضها، ولكن ليس اغلبها. الجزء كبير جدا ما يبقى منها مرضي. الطفل بيمرض بالتهابات الاذن الوسطى مره واثنين وثلاثه ومحدش متابع ده. الميه اللي هقول لحضرتك عليها او الارتشاح اللي خلف طبله الاذن اللي بنسمعه كتير، لو اتساب لفتره طويله بيبقى سميك وبيعمل حاجه زي طبقه كده كالسيفايد متكلسه خلف طبله الاذن فبيعيق السمع. فبيخلق الطفل ده سمعه قليل، ولو كان في سن صغير لا يجيد الكلام. عشان كده بقول لحضرتك هذا المسح السمعي متوفر في مستشفيات وزاره الصحه بالكامل، وده اعتقد بيبقى مجانا في سن معين عشان اقدر اقول هذا الطفل سليم سمعيا ولا. زي بالظبط الاختبار بتاع الغده الدرقيه اللي بيعملوه النهارده في عمر يوم من 15 سنه ايام ما كنا احنا لسه في بدايه عملنا ما كانش فيه ده. صحيح. النهارده اصبح فيه عندهم اختبار للغده الدرقيه، اصبح فيه اختبار سمعي او مسح سمعي بجهاز صغير قوي اسمه اوتو اكوستيك ايميشن، في ثانيه بيقول هذا الطفل سليم او غير سليم، وغير سليم بيتحول على استشاري الانف واذن والسمعيات يبتدي يكملوا معاه المشوار. كمان يا دكتور تفاصيل صغيره جدا الام ممكن تكون بتعملها وما بتاخدش بالها، زي ما انها تكون بترضع البيبي وهو نايم، فاكيد ده حضرتك بتشوفه ان ده ممكن يعمل مشكله من المشاكل. عايزه حضرتك توضح لنا النقطه دي. كمان استخدام الودانات لتنظيف الاذن بدون تعقيم حتى بدون كحول اللي هو ابسط حاجه، فقد ايه انا عايزه حضرتك تشرح لنا النقط دي، لان بتبان انها نقط بسيطه ولكن ممكن تاثر على الاذن تحديدا الاذن الوسطى. بص حضرتك خلينا نتكلم في النقطه الثانيه دي خطيره جدا، قصه نظافه الاذن. الاذن مش محتاجه تتنظف، يعني الطفل بياخد الشاور بتاعه سواء بيبي او سواء
يعني 5 سنين 6 سنين انا مش محتاج انضف له ودنه خالص، مجرد ان انا بنشف له شعره وبنشف له وشه وبنشف له ودنه من بره، ده كافي جدا. في ماده شمعيه في غدد داخل الاذن الخارجيه بتفرز ماده شمعيه، دي بتحمي الاذن من الاتربه ومن الضغط. الماده الشمعيه دي ليها يعني في سيليا جوه شعيرات بسيطه جدا بتخرج هذه الماده الشمعيه الى خارج صوان الاذن، فيقدر الطفل بعد كده يشيلها او الام تشيلها بايدها. لكن استخدام الودانات ده خطر جدا، كتير بتجي لي امهات خرمه ودن طفلها بالودانه، هي قاعده تسلك وتنظف وانا حاسه ان الولد ودنه وجعاه وعايزه انضف له ودنه، ده خد شاور، ده المايه نزلت جوه، لا حضرتك المايه اللي نزلت جوه دي هتطلع بره تاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق صوان الاذن بشكل تدريجي بحيث ان اي حاجه بتخش جوه بتخرج مره اخرى، وفي صعوبه شديده ان اي حاجه تخش جوه الا احنا لو زقناها. فنصيحه الودانات الكوتون بيس الكوتون بادز اي حاجه في الودن ممنوعه تماما، الودن بتنظف نفسها بنفسها زيها زي العين بالظبط. يعني انا مش محتاج الصبح بعد ما اغسل وشي ان انا اجيب ميه واغسل عيني، هي عيني بتتنظف. الكلام ده للكبار برضو يا دكتور صح؟ ده للصغار والكبار بالظبط. دي قصه الودانات. برضو زي ما بقول لحضرتك الوعي بصحه الطفل سمعيا دي مهمه جدا، ملاحظه الطفل يعني ما يبقاش الطفل يومين ثلاثه بيقولهم في البيت وطوا التلفزيون انا في الم في ودني لما التلفزيون بيعلى واحنا نهمل هذه القصه، او انده لابني وما يردش عليا واقول ده هو بينفض لي ده هو مش عارف بيكبر دماغه، لا هو ابنك انت اللي ملاحظاه، لقيت ان هو مش سامعك في اول يوم وتاني يوم وبابا قلت له نفس الكلام والولد برضه، لا لازم يراجع. وزي ما بقول لحضرتك مراجعه الاطباء النهارده ومراجعه المستشفيات من اسهل ما يمكن ومن ارخص ما يمكن، يمكن ارخص خدمه في ارخص بلد في العالم هي الخدمه الطبيه في مصر. صحيح، حضرتك اشرت للنقط اكثر اهميه من بعضها، وهي فعلا تعاملات بسيطه جدا ولكن مهمه للغايه. حضرتك برضو اتكلمت على مشاكل اللوستين، انه في مشاكل دايما بنسمع انه ابسط حاجه الحاجات الساقعه، يعني ايه هي العوامل اللي ممكن تخلي فعلا الاطفال اكثر عرضه للاصابه بمشاكل اللوستين؟ وحضرتك اتكلمت انها ليها اهميه بالغه، يعني مش ده رايح يعمل عمليه اللوز، يعني الناس ساعات بتستسهل في حاجه زي دي. مش بتستسهل بس، احنا احيانا امهات بتيجي وابهات طبعا احنا داخلين على المدارس والولد ده بيجي له لوز كتير ما نشيلها له يا دكتور، يعني طب ايه اللي حصل؟ لا لا اصل ابن خالته شالها وصاحبه في المدرسه شالها فنشيلها له بقى ونخلص. والله يا دكتور بيقولوا لك كده كتير فعلا، وكتير احنا بنقول لا يا جماعه اللوز طول ما هي مش بتلتهب طول ما فيش مضاعفات منها خليها. طب هي ايه اهم اعراض التهابها يا دكتور؟ انا عايز اقول لحضرتك الاول بس ان اللوز من سن يوم لسن 3 سنين مهمه جدا لجهاز المناعه بالزبط. هي اول حاجه بتتلقى الميكروب وبتعمل جواها توكسينز ضده، وبالتالي الجسم بيقاوم هذا الميكروب بتعمل انتي بوديز للتوكسينز بتاعت الميكروب، فبالتالي بتعمل انتي توكسينز لهذا الميكروب، وبالتالي هي بخط دفاع مهم جدا. بتعمل حاجه تانية اسمها ذاكره مناعيه. يعني ايه ذاكره مناعيه؟ يعني انا اتعرضت مثلا لدور برد بفيروس كذا، الجسم الاماكن اللي بيفتكر فيها هذا الفيروس ويكون اجسام مضاده ضده هي في اللوز وفي الانسجه الليمفاويه، فده مهم جدا للذاكره المناعيه عشان لما يجي بعد 10 سنين نفس الفيروس ده يهاجم او البكتيريا دي تهاجم جسم البني ادم ده في عنده ذاكره مناعيه متكونه جواه اتكونت من خلال الغدد الليمفاويه في اللوز هتبتدي تقاوم هذا الفيروس. انت طول النهار بنواجه ملايين من الفيروسات والميكروبات بتخش جسمنا، امتى بنعيا؟ لما يكون هذا الميكروب جديد ومتحور واحنا مش عارفينه وبيخش الجسم ويبتدي يتفاعل ويبتدي ينتشر جوه الجسم. فاللوز مهم لغايه سن 3 سنين، بعد سن ال3 سنين بتنتقل وظيفه اللوز الى اماكن اخرى في النخاع الشوكي وخلافه وبتبقى وظيفتها الى حد ما قليله. ولكن تكرار التهاب اللوز المتكرر اكتر من مره في السنه من مثلا من 4 ل6 مرات بيؤدي الى خلل في اللوز نفسها، خلل في الخلايا اللي جواها، فبتبتدي ما بتقومش بدورها الفعال وكمان بتصيب الجسم بمشاكل لان هي بتاخد بقى الميكروب ده وتحتضنه فيبقى الميكروب قاعد جواها. ولذلك في بعض التحاليل الطبيه بنعملها قبل العمليات واحنا بنعملها لبعض المرضى اللي بيعاني كتير من التهاب اللوز حتى لو شايلها بعدها، اللي هي الانتي ستريبتولايسين او تيتر والسي ار بي، دول تحاليل محدده للميكروب السبحي اللي بيهاجم اللوزتين.
لو دول طلعوا عاليين ده من احد الاسباب المهمه ان انا استأصل اللوزتين. فاحنا عندنا من 4 لـ6 مرات في السنه دور لوز ويكون بحراره، لان 4 6 مرات يبقى انا 4 لـ6 اسابيع وقاعد في البيت، لا هيروح مدرسه ولا هيروح دروس ولا هيذاكر، لا اشيلها افضل. لو حصل خراج في اللوزه مره واحده في حياته اشيلها على طول، بعد اسبوعين ما يخف الخراج تتشال. لو حصل التهاب في الاذن الوسطى نتيجه مضاعفات اللوز تتشال. لو حصل عندي غدد ليمفاويه في الرقبه بكثره اشيل اللوز. لو التحاليل بتاعته عاليه قوي برضو اشيل اللوز. اللوز في جنبها حاجه مهمه قوي في الاطفال اسمها اللحميه او اللحميات. دول بيكونوا حاجه زي دايره جنب بعض، اللوز هنا وهنا وفي النص بتبقى اللحميات. فمهم قوي للطبيب والجراح اللي بيشتغل ان هو يكحت اللحميات يشيلها مع شيل اللوز، لان وجودها بتكبر مره اخرى وبتادي نفس الدور اللي كانت بتعمله اللوز ويلتهب ويسخن نفس القسم. فمهم قوي ان احنا نشيل اللوز مع اللحميات. اللحميه دي هي اللي بتاثر على القناه التهويه للاذن الوسطى، واذا اتشالت بشكل جيد بنحمي الاذن الوسطى من الارتشاحات ومن المشاكل اللي تحصل. عمليه اللوز مش عمليه سهله، وده يعني لازم اقول كده لان ده واجبي كطبيب وجراح بشتغل في القصه دي من اكتر من 30 سنه. عمليه اللوز مش عمليه سهله، هي عمليه بتصنف على انها عمليه متوسطه تحت مخدر عمومي، زيها زي السيزيريان سيكشن، زي الست اللي داخله تعمل سيكشن في بطنها وتطلع البيبي وتربط البلاسينتا او المشيمه، نفس القصه بالنسبه للوز، تصنيفها في وزاره الصحه عمليه متوسطه، فهي ليست عمليه هينه، لازم يبقى في استعداد جيد من الطفل، صيام قبلها وتحاليل وفحوص وفتنس كمان، يعني لياقه الطفل نفسها لاجراء العمليه دي مهمه، بنبعت الطفل لدكتور الاطفال او دكتور البطنه لو كان كبير شويه، بيشوف قلبه بيشوف صدره، وغرف العمليات لابد تبقى مجهزه بشكل جيد، في غرف افاءه جيده، في مونيتورنج طول فتره العمليه، فتره العمليه قليله جدا لا تتعدى ال 20 دقيقه، لكن هي هذا العيان تحت مخدر عمومي واخد بنج عمومي ومتركب له انبوبه بيتنفس منها، فكل ده بريكوشنز او احتياطات مهمه جدا في كل اجراء عمليه لوز. الناس ما تستسهلش، مش ان عملنا لفلان واخوه واخته ما نعمله بالمره، يا دكتور انا مره عملت 3 مع بعض، يا دكتور ما نعمله، بس كان فعلا الثلاثه محتاجين. لا انا بشكر حضرتك على توضيح النقطه دي، لانه فعلا الناس بتقول لك عمليه اللوز حاجه سهله، مع ان الواحد انا بعتقد حتى لو بياخد حقنه لازم يعني لسه كنت بقول ان ناخد دواء لما فعلا الطبيب بيقول ناخد دواء ما نصرفش في ده، ما بال حضرتك بقى في موضوع العمليات. انا بشكرك يا دكتور، افدتنا جدا جدا، واتمنى أتمنى أن المشاهدين يكونوا استفادوا من إجابات حضرتك على أسئلتنا. شكرا جزيلا. أنا متشكر حضرتك، متشكر القناة، متشكر على الاستضافة، ويوم سعيد لحضراتكم سادة المشاهدين جميعا. أشكرك، شكرا جزيلا دكتور خالد وشاحي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. مشاهدينا احنا مش ماشيين، فاصل سريع وعلى طول راجعين، استنونا.